السلام عليكم حبايبي، كديري لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو اليوم. مرحبا بي عندكم. اليوم انا ضيف شرف عندكم وفي القناة ديال فاطمة الزهراء، وكنكون خفيف وكنتمنى نكون خفيف الظل على قلوبكم. الفيديو ديال اليوم كان تحت طلب ديالكم نتوما كاملين، بزاف بكم اللي تيقولوا لنا فين هو الفيديو ديال الخاتم، شحال عطى مراد فاطمه الزهراء في الصداق، شحال في هذا الفيديو هذا غتعرفوا فيه كل شيء. غتعرفوا شحال عطى فاطمه الزهراء في الصداق، وغادي نوريكم الخاتم اللي جبت فاطمه الزهراء وتعرفوا الضوء كيفاش عطاني واحد الصديقه، وتعرفوا كيفاش عطيتها الصداق بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. ولكن قبل ما ندخلوا في هاد الامور، بغينا نجاوبوا على واحد الاسئله اللي تكرروا علينا بزاف، واسئله اللي مهمه بغينا نجاوبوا عليها باش ما يبقاش عندكم داك التساؤلات بزاف. عاد ندخلوا نقول لكم زعما ديك الساعه نوريكم الخاتم وكل شيء. نوريكم اول حاجه يقولوا لي بزاف الناس غبرتي علينا فاطمه الزهراء، سمحوا لي. ولكن شوفوا راه هذا الفيديو هذا كان غيكون من قبل منه فيديو زوين بزاف، حاجه الشمرات كان غادي يتلاقى مع الاخت ديالو، كنت انا نكون معاهم اول مره. ولكن وقع لينا واحد المشكل اللي كبير بزاف، و مشكل خايب بزاف. دابا نعاود لكم شنو وقع، معمره وقعت لينا والحمد لله على كل حال. شفتوا راه ممكن قدامكم بحال هكا وقاسم، والله الا المهم غدا ان شاء الله غتعرفوا كل شيء ان شاء الله يا ربي. المهم غادي نبداو دابا في الاسئله ديالنا. بزاف الناس كيقول لي فاطمه الزهراء فين غدوزي رمضان، واش غدوزيه مع مراد ولا غدوزيه في داركم؟ هو رمضان غادي ندوزو هنايا مع دارنا. علاش؟ لحقاش مراد كيكون عنده الخدمه بزاف في رمضان، راكم عارفين رمضان هو الشهر ديال الخدمه بزاف، وكي قال لي كما كنكونش في الدار بزاف. يعني وانتي يلاه غادي تبقاي بوحدك مع ولو نكونوا مثلا احنا ساكنين في دارنا ومستقرين، كنفضل انها تجي دوز رمضان في دارهم، حيت رمضان هو شهر ديال الخدمه، كتكون فيه الخدمه بزاف، كنعطي فيه راتك بزاف. اغلبيه ديال الاوقات كنكون يعني شاد الطريق مسافر، غادي جايب سلعه، غادي هكا قليل فاش غادي نفطر في الدار، ورمضان هي غدوزو في دارهم. وانا الاوقات اللي غنكون هنا في مكناس يعني غادي نجي نفطر معاهم في دارهم، يعني نجي عند الساكن نفطر معاهم، وغادي ندوز واحد الوقيته مع دارنا، نمشي عند والدي. انتم عارفين يعني صله الرحم في الدار داكشي ضروري، يعني غادي ناخذ واحد السيمانه عاوتاني نمشي لدارنا نفطر معاهم واحد السيمانه، ندوز مع واحد السيمانه ديال رمضان. والايام اللي غنكون جالس بحال هكا في مكناس رانا غادي نفطر مع نسابي، وما تبقى راه كنفطر في القهاوي ولا كنفطر في الطريق ولا شي حاجه فيما شدتني. خصوصا هاد العام عنده شي شويه، خصوصا هاد العام عندي لاطاك. اي والله يعاونك. قال لك فوقاش غادي يكون استقرار بشكل نهائي، وقالوا لينا بغينا جواب مباشر، ما تقولوش لينا قريب، غادي يكون من مور رمضان. مور رمضان ان شاء الله مباشره غيكون استقرار، مباشره من مور رمضان. وعاوتاني بهاد الاسئله هادو غادي يكون وضوح تام، يعني صافي غادي يبقى حتى شي حاجه غامضه، يعني اي حاجه غادي توضح. صافي استقرار غادي يكون مور رمضان، مور رمضان مباشره ان شاء الله يكون استقرار. وعاوتاني سولوني على العرس، عرفتي شحال ديال الاسئله؟ وحق الله قد داك النهار درت واحد البوست في انستغرام وقلت لكم سولوني وجاوبت غير تما نيت، وصافي هما بقاو يسولوني العرس 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 العرس. وحق الله واش فاطمه الزهراء وقيتيش غديري؟ قلتي لينا غتولي تعاود حقك، واخا حنا راه ديجا درناه، ولكن زعما قالوا لي خص انت قلتي لينا غادي ديري واحد الحفله، علاش باقا ما درتيهاش؟ وانا نقول غادي ضروري خصني نقولها لهم، حتى في يوتيوب راه كتجيني ديما، لحقاش كيقولوا لي انت قلتي ودابا ما بقيتيش طبقتيش. لا اصلا تيقولوا لي ما بقيتيش كتهضري على الموضوع كاع. لحقاش كنت هاد الايامات كنت في الحماس كنقول غندير غندير. لا يا بصح كنا غادي، انا مشيت سولت في قاعه الافراح وداكشي، ولكن منع كلي باش يديروا شي حفله ولا شي حاجه. واحد القاعه تنعرفها تما حدايا، داروا غير واحد الحفله ديال عيد ميلاد، حفله ديال عيد ميلاد صغيره، سدوا ليهم القاعه بتاتا، جامي تولي تفتح مره اخرى، يعني يدير فيها شي اكتيفيتي واحده اخرى، اما باش يولي يدير فيها حفلات جامي. احنا مور العيد مور رمضان ان شاء الله غادي ندير واحد الحفله خفيفه ظريفه غير هنا في الدار، وغادي نعرضوا على الناس قلال، باش ما يكونش داك الاكتضاض وداك الشيء، باش
ما يقعش لينا شي مشكل، انت ما بغيناش نطيحوا في شي مشكل مع اصلا خصنا نحترموا حتى حنايا، نحترموا التباعد كاين المرض وكاين هذا، خصنا نحترموا هاد الامور هذه. دونك مرض ان شاء الله غادي نديروا حفله ان شاء الله. ان شاء الله مشات ليا خدمت كنديرها كوب ستيلو كتحسب الفلوس ما مولف تحسب الفلوس كديرها ياك اخويا تقول لك راه صافي البنات دابا ندوز لحاجه اخرى. عجبني ديال الطوموبيل فاش جاب ليا مرض الطوموبيل، بزاف ديال الناس اللي قالوا له زعما هذيك الفلوس اللي شريتي بها الطوموبيل كان عليك انك تكري بها، ما كاين الناس اللي عندي انايا جاوا قالوا لي خصو كان عليك تكري بها زعما ديك الفلوس اللي هذا خصك تكري بها وفرش بها، فهمت؟ غنكري ان شاء الله يعني مرة رمضان ان شاء الله غادي نكري بارطمان مزيانه وغادي نفرشو عادي يعني حاجه. صافي دابا قررنا، دابا هذا قرار فهمتوا، ما غاديش قرار نهائي لا رجعه فيه، لا رجعه فيه. صافي غادي نكريو ابارطمان ان شاء الله، غادي نكريو ابارطمان مزيانه ونفرشوها هكا زعما فراشها. المهم راه كلشي غنشاركو معاكم غتشوفو كلشي وصافي. من بعد عاد ديك الساعه شو اللي مابقاوش نقولو غيوقع وغيوقع. المهم هي بغات تحكم عليك حاجه كنكونوا ناويين غنديروها وكيوقعوا بزاف ديال الحوايجات اللي كيخليوك تاجل داك الشيء. بصح صافي دابا هانتوما عرفتوا فين كنت، كنت في علاش في السؤال الثالث الطوموبيل. صافي زعما هو بغى غير يفرحني وصافي، ديما كنبقى نقول شحال هادي كنبقى نقول له بغيت الطوموبيل حتى انا ما كرهتش نبقى نسوق حتى انا شحال هادي زعما في الاول وي حقق لي الحلم. وكاين الناس بزاف اللي قالوا لي واش ما شارلكش زعما الذهب مع الصداق وداك الشيء، حاجه معروفه فاش كيشري فاش الراجل كيتزوج بمراه كيشري لها الذهب وعاد ديك الساعه كيكون مع الصداق. دابا انا الذهب شخصيا الذهب شخصيا من باع من ذهب ياك صافي عطاني الصداق وكل شيء وخيرني زعما قال لي اجي تمشي تاخذي شي حاجه ديال الذهب مع زعما مع الخاتم وداك الشيء. الخاتم ديك الساعه حنا هنا نقول لكم القصه ديال الخاتم، الخاتم راه خذا غير مراد، انا كلفته قلت له صافي غير خذو انت على ذوقك وصافي خذ لي غير شي حاجه سافل غير نديرها في يدي وصافي. والذهب قال لي خذي زعما هو بقاي ديري هو مراد انت شريك شي حاجه تعجبو ديريها يعني كيعجبو يشوفها عندك فهمتي. كاين شي حاجه تخدم نشري شي حاجه كيعجبني تخدم ان الفلوس ما كنبغيهاش تبقى محطوطه ماشي عاوتاني الذهب ما كنبغيش يبقى محطوط صافي ديرو وانا نمززنا هم كن خليته شي حاجه ما تحافظش عليه شكل انايا ما الذهب هو واحد المره في الاول كنشرى لي واحد كنشرى ليا جوج سنسلات الاولى كانت طاحت ليا كنت ضياتها والثانيه كانت هي غادي تضيع ليا في الدار ديال جدي الله يرحمه عرفتي كنت غير نبل عليها بالتقلاع وعق الله ديما تطيحوا لي ما فهمتش علاش والله البنات فبقيت عاد تنقلب عليها تنقلب عليها ونلقاها في واحد الدروج ديال السطح لقيتها تما قلت الحمد لله صافي هذيك هي اخر حاجه قلت له مابقاش نخدم وقال لي خذيه قلت له بلاش زعما مع الوقت ان شاء الله الا ان شاء الله ناخذ ديك الساعه شي هذوك البراسليات البنات عرفتو هذوك نقدر ناخذ شي خدمت لها شي حاجه انا اللي خصني نخبعهم ليها نديرو في يدي وصافي لحقاش انا ما دابا نتوما تكونوا كتلاحظوها فيا انا ما في يدي حتى شي اكسسوار ولا شي حاجه ولا كتشوفوا لي في يدي الخواتم. دابا ملي مشيت نقضي الشغل دخلت للكوزينه ولا عند شي واحد ولا هذا كنحيد كنخلي صافي نسيت فهمتوا انا يا ربي نعقل على راسي شكون انا ورق الله البنات كننسى بواحد الدرجه والله ما تصوروا شحال كننسى. صافي دابا خصني نوريكم دابا نوريكم الخاتم ونوريكم نقول لكم الصداق وعاد نكملوا ديك الساعه ما نطولوش عليكم ونكملوا لكم الاسئله الاخرين. انا بديت لكم بهادو بديت لكم بهم لحقاش هادو اللي مهمين بزاف خصوصا دوك ثلاثه الاولين، اما الاخرين زعما غير نجاوبكم عليهم حتى هما ضروريين ولكن غنجاوبكم عليهم بعد ما نوريكم الخاتم والاخر. هيا فين جاب لي واحد الصديقه كتحمط لا راني دايجه فيها الكود هانتوما كيفاش دايره من داخل هنا جبت ليها الصداق هنايا جاب لي الصداق ديالي وقال لي اي حاجه جبتها اي حاجه عندك ثمينه حطيها في هذا السنه ديالك دابا الوقت نوريكم الخاتم شي شكل هانتوما هذا هو الخاتم شفتو ناري كواس بغض ضفراني كي الناس
اليوم كختصتي ديك الحنه. ها كيقولوا لي ديري الحنه ها نتوما. جبتات الخاتم وقالت لكم قالت لكم انديرو وعطينا خاتم نركبو لك. هذيك المشاعر ناشفه الله يزور خليها هكا تدوز. انا ما تقطع والو صافي سالينا. وها نتوما هذا هو الخاتم. وها نتوما هذا هو الخاتم. اسكت الله يترجم عليك. شوفوا راه خصب عامي طوال غادي نعطيه بحركه غنحشم خصو شنو كيقولوا كوميم كوميم يكونوا مصبوغين واحد شويه ياكل بنات راه والله الا لا لا ماشي ممكن قابل عليك. يلا نديروا الخطبه الرسميه قدامكم. سلام سلام على رسول الله. لا دابا غادي نعرف هل تقبلين سوال من اقبل ما فكري شويه زعما. لا لا صافي هادشي يحتاج تفكير. انا كنقرقم عليك انا قرقمت عليك صافي يا ولد القاتو. البنات راه خفيف وزوين خفيف اللي كتقفز زعما خفيف قولي ثقيل بعدا ولا زعما خفيف زعما فهمتي دابا راه التعبير كيخونني. هذاك زعما تيقولوا هاد هاد الخاتم مشات معايا ما والو اختارت ليها على داكشي على ذوقي وهي وصاتني قالت لي جيب شي حاجه خفيفه شي حاجه سامبل. انا كيعجبوني بحال هادو ما نكرهش انا يكون غير رقيق بهذا فهمتوا هادوك اللي كيكونوا رقيقين مرة تيموت بالضحك. والله الا تهضر معاكم قيوم عليا رخيصه صافي دابا قول لهم شرطات هي الصداق. لا قولي انا ما بغاش يقول لكم الصداق هو تصوروا 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 عشان غير ضرب بلا ما ندير لهم شوية ندير لهم زعما التصوير هذاك الشيء. لا لا هو مساكن كيبغيو يعرفوا دغيا صافي كان هذا هو الصداق 10000 درهم وهذا هو الخاتم. بالنسبة للذهب اللي كيمشي مع الدهاز ولا اللي كيمشي مع الصداق ولا شي حاجة واه ترى الدهاز حنا غادي نمشيو ندهزو عطاي النهار الصداق وداك الشيء. قلت ليها غادي نجيب لك غادي نوجد ليها واحد الكادو ديال الذهب يكون فاعل قال لي يكون في سميتها يكون في سميتها سميتي راه طويله ملي كتشد من هنا حتى لهنا فاطمه الزهراء من هنا حتى لهنا تقليه غاليه فاطمه الزهراء سميتي ثقيله. كاين واحد صديق ديالي في بركان ذهبي هو اللي غادي نصيفط له باش يصايب لي داك الشيء. المهم كنحاول ما امكن كل مره نفاجئها بشي حاجه اللي تكون زوينه كل مره ندير لها شي سيربرايز زوينه. هذاك شكرا وكنتمنوا الحياه كامله تدوز مفاجات وكل الدوز بالحال واخا داكشي يكون بسيط. المهم هو بنادم تيتفكر راه كيدير معاك جيستات زوينين كتحس براسك راك مهم صح. دابا نكملوا الاسئله ديالنا ديالكم وكالعاده كيتلفوا لي الاوراق الوراق. واش قالت لي واحد البنت واش ما كنتواصلش مع عائله مراد كان تواصل مع خواتاته عادي تحرطك في صداقه قلتها الخاتم الزواج وريتو لكم قولوا لي في الكومنتار كي جاكم صافي قولوا لي هذاك الذوق مو بيان سي ضروري غيخلينا دي كومنتار ما عرفتش واش بينتو اليوم مزيان ولا لا بقيت غير كندير نشالي بط الصبعان عندي. شحال في عمري هذا السؤال البنات ما عرفتش شحال جاوبت عليه من مره عاد جاوبت عليه في هذوك ديال الاسئله اللي جاو مراد وكيجيني بزاف ديال المرات. انا في عمري 22 عام ومراد نقول لهم تاع واخا ما سولونيش نقول لهم 30 عام 30 فرق السن بيناتنا هو 8 سنين انا 22 هو 30 انا 30 22 مهم في الوصفه اللي ديك الوصفه اللي قلت غنشارك معاكم ديال الغلط ديال زياده الوزن حيت داك النهار وريتكم ديك الشريحه كنت شريت بزاف ديال الشريحه شريها ليا مراد من السوق وقال لي بقيت زعما تاكلي راه زوينه صافي. انا قلت زعما كي دوك الناس باش ندير بها ديك الوصفه رسو ديك الوصفه ديال الشريحه البنات هذيك هو درتها ولكن ما عطاتني حتى فعل ولا ما شاركاش معاكم ما عطاتنيش نتيجه شارك معاكم شي حاجه اللي ما حاجه اللي جربتها وصدقات ما عطاتنيش نتيجه وقلت غادي ودابا قلت غادي نبدا واحد الوصفه واخا بزاف ديال الناس كيقولوا لي فاطمه الزهراء جا معاك الضافي خليك ولكن البنات ما كنقولوا عليها كلها زوينه زوينه هكا هكا زوينه والله يعني مقاده. لا دابا المرض ماشي قاده انا راه عندي الطول اكثر من الوزن دابا الوزن راه هبط مره هي كان من التحت بحال شي ستيلو بحال الحوايج كيلبسوني دابا البنات الحوايج كيلبسوني ماشي انا كنلبسهم شويه بغيت نزيد غير شويه نرجع كما كنت معكم في الفيديو ان شاء الله الا جربت هذيك اللي قلت لكم وصدقات الله يتشاركها معكم.
كتحلف الله يتشارك معكم كتكذبش عليكم. لا وما بغيتش نشارك معاهم ديك الاولى واخا صايبتها وكلشي وكان عندي داك الفيديو ديالها قلت صافي الى صدقات صافي نزيد عليها راني كيفاش كنت وكيفاش وليت زعما ندير انا كي بحال الناس صدقات شنو نشارك معكم الخوا صافي شاركتش معكم. سؤال واحد اخر هو عافاكم واللي شاركوا في لالا العروسه بغينا نشوفوكم حيت كوبل زوين بزاف. شكرا اختي هاد كتشوفينا كوبل زوين ولكن راه شي حاجه مستحيله انا ما نوليش نشاركو في برنامج اصلا واخا تتيح لينا الفرصه ما نوليش نشاركو. هي شنو نقول لكم هي راه ما يمكنش دابا حنا نشاركو مره اخرى ولكن واخا تكون عندنا فرصه زعما ما نشاركوش فهمتوا خاطر نعرف راسنا هذيك التجربه وداز ما نشاركوش تجربه وداز واش قالوا لنا في الاول حيت قلنا لكم واش نحطوا لكم العرس ديالنا الاول مراد قال لكم شعرها كيبان وقلت لكم انا يشوفوا معايا الا بغى يدير لي شي لعيبات على شعري وديك الساعه شوفوا العرس ديالنا الاول كيفاش داز وكلا كانوا فيه شي اخطاء ولا شي حاجه قولوا لينا الساعه بزاف ديال الناس قالوا لنا بلا ما تحطوا يعني 99% قالوا لنا ما تحطوش العرس ديالكم كاين اللي كيقول لك حطوه ولكن في اقليله واحد ولا جوج هما اللي قالوا حطوه والاخرين قالوا لنا الاغلبيه قالوا لنا ما تحطوش بما اننا حنا كنشاركوا معكم اي حاجه وبما اننا كنعتبروكم نتوما جزء من العائله ديالنا ولا العائله ديالنا ككل فكنحترموا الراي ديالكم وكنحترموا القرار ديالكم وما غاديش نحطوا العرس ديالنا وشكرا لكم بزاف حيت جيتوا معايا. لا انا زعما كنحصر القرار ديالك عار في اطار الضحك زعما اذا بغاو هما كيقول لي هاك يا هذيك صافي سيري. لا زعما حيت قالوا صافي قالوا لك في ذاك الفيديو صافي احترم القرار ديال مراد والله الا احترمته احترم القرار ديالي دابا هي حنا غير حطينا لكم السؤال باش نقتنعوا حنايا بجوج باش نقتنعوا زعما انا عندي زعما واخا ما يتحطش هادي راه كنا زعما عندكم نتوما سولناكم زعما واش بغاو واش حيتاش قالت لينا واحد البنت واش تقدروا تحطوه فهمتوا قلنا وطرحنا حنا داك السؤال مع دوك الاسئله اللي جاوا صافي قالوا لنا ما تحطوهش من الاحسن قالوا لنا صافي نساو داك الشيء هذاك الشيء اللي كيتعلق بالماضي كامل محيوه صافي بلا ما تحطوه اصلا داك العرس ما داش زوين صافي حيد لا ما يفكر بشي حاجه اللي ما يفكر في والو ولكن صافي بلاش كما قالوا صافي يعني. عاوتاني واحد السؤال جاك انت بزاف مراد قالوا لك السؤال الاخير هو اللي غنختموا به الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي هي قلتي مقاول والناس نواوها في شكل واحد الفئه ضد هذا الفئه ملي كنقول انا مقاول مثلا نشبه انا طاشرون حيت الناس اغلبيه الفئه ديال الناس اللي تيفهموا بان المقاول هو اللي كيشري البقعات الارضيه وتبني فيها ديزابارتمون وتبيعهم هذوك كيعتبروه هو المقاول. لا المقاول ماشي هو هذاك ممكن تكون عندك مقاوله ديال البناء ممكن تكون عندك مقاوله ديال الحلاق ممكن تكون عندك مقاوله ديال التاجر ممكن تكون عندك مقاوله ديال مول الخبز مولات الحلوى الخياطه النقافه ممكن دير مقاوله ديال اي حاجه. انا عندي مقاوله ديال التجاره يعني عندي مقاولة ديال التجارة كندير اي كوميرس لوكال تندير كنبيع دي برودوي كوزميتيك تنبيع بزاف ديال الحوايج يعني ما تبغيش نتعمق معاكم داكشي باش ما يجيش فيديو طويل ما كنبغيش نتعمق في اي حاجه فهمتوا باش ما يجيش فيديو طويل يعني المقاوله اللي عندي انا هي ديال التجاره. وبالنسبه للتعاونيه جامي شديت شي درهم من عند المبادره الوطنيه التنميه البشريه لان التعاونيه ديالي هي في طور الانجاز يعني يلاه درتها جديده وانا تنبغي ندير شي حاجه اللي تكون ليغال يعني كنبغي ندير شي الانشطه اللي كنبغي نديرهم انا كنبغي نديرهم قانونيا ما تنبغيش ندير انشطه اللي تكون داخله في القطاع غير المهيكل ولا شي حاجه يعني اي حاجه كنبغي ندير الا وكنبغي ندير لها القوانين ديالها باش نكون مرتاح مع دماغي لان دابا الا درت النحل ما عنديش الحق اني نقطع عليه راسورانس ما عنديش تعاونيه خصك عندي تعاونيه عاد عندي الحق باش نقطع عليه اسورانس ديالو فهمتي وانا كنخصني نقطع راسورانس باش نكون مرتاح باش نتهنى باش نكون قانوني نكون انا بعدا هاني ونكون مرتاح وحتى شي واحد الا كان شي اضره ولا شي حاجه الناس غتعوض فيها. هادشي اللي كنتمنى نكون جاوبت على هاد السؤال وكنتمنى نكون وضحت لكم الفكره اكثر. دابا هو جوج ديال الحاجات ياك ديرهم هوايه والاخرين جوج ديال الحاجات كنديرهم كهوايه كتعجبو كتعجبني
صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى تكون وضحت الفكره. دابا دابا راه كلشي غادي يفهم. صافي البنات يمكن هذا صافي هو اخر اخر سؤال، وكنتمنى يكون جاوبتكم على كاع داكشي ديالكم. بغيت نقول لكم انا هاد الفيديو راه كانت صور قبل وجي جا بواحد الطريقه زوينه، وباش مراد عطاني الخاتم عطاني داكشي كامل تصور، ولكن شي حوايج ما شنقول لك الظروف لا ما بقى ندخلوا في لي ديتاي. صافي بلاش صافي ما كتبش وما حطيتش لكم داك الفيديو اللي انا بغيت نحطو. كيف قلت لكم المهم هو نشارك معكم داكشي اللي بغيتو تعرفوا، زعما هذا الشيء اللي عاد دابا قلت لكم، هادشي هو المهم. تقدرش تضحك عليا كنضحكك بغيت نشرح شي حاجه كنضحكني كنضحك. يعني هذا هو المهم في الفيديو كامل، وصافي بغينا نوليو نعاودوا الفيديو من الاول زعما ويعطيني الخاتم، ولكن ما غاتجيش بحال سبونطاني هكا من الاول زعما سبونطاني داكشي من القلب ما كتجيش ديك تعاودي تبدلي زوينه. صافي صافي نشارك مع البنات راه هما هما عادي بحال عائلتنا. صافي غنشارك معاهم غير شنو غير زعما الصداق والخاتم وداكشي الاخر. وبالنسبه للذهب زعما يقولوا للبمارات راه ما جبتي لهاش وداكشي، انا البنات والله ما عندي معاه، وهو عاوتاني فيه واحد سميتو كيقول لك انا شريت لك حاجه ديريها اش بقيت حاطها. شوفوا هذيك السلسله اللي شرا لي داك النهار قلتو فاش كنا في افران راه كاع ما كديرها راه مخطوطه فهمتوا، حيتاش انا كنخاف ماشي حاجه، حيتاش انا كنعرف راسي ماشي شو نورمال زين زين هي قالتها فمها لا والله ماشي هكاك ماشي زين زين البنات لا، ولكن انا كننسى ما كنبقاش عاقله بزاف بحال دابا حطيت الحاجه فواحد البلاصه غننسى فين درتها. دابا غير بسطامي الا حطيته كنبقى نهبل عليه بالتقلاب وينوض بابا يقلب معايا وتنوض ماما وندير زوينه قلتي لي نسيتي ساكك في البطن واحد النهار شنو نتغدا هذاك النهار تبطينا سالينا وهي تنسى نسات الصاك ديالها نساتها في الريسطا، حتى جا واحد الدري جايبو لينا اخويا انت نسيت الصاك ديالكم نسيت صاكي نط نسيت صاكي حتى مول مول فاش نسى كان بزاف مرة فريدة من نوعها ولا ما تلقى شي وحدة بحال هكا. نسيت صاكي في المطعم وخرجت بحالي حتى تبعنا واحد الدري وعي ربي ما ركبنا ونسيتو وخرجت في حالاتي. عاوتاني داك النهار دابا يمكن شي شهر ولا ما عرف كنت عاوتاني في الطاكسي ايوا نزلت من الطاكسي خليت صاكي تما ونازله من الطاكسي حتى ملي درت انا دابا فيا واحد القيده زوينه ديال اللي فيا زوينه كندور نشوف شنو خليت ايوا درت واحد القيد صاكي راه هو محطوط ليا حيت لما جيت للصاكي صافي عاد هزيت ونزلت بحالي انا دايره بحال هكا سبحان الله. وعاد وليت كنسى ما كنتش كنسى حتى لهاد الدرجه، مي دابا وليت كنسى بزاف وبزاف الناس اللي قالوا لي بقيت تاكلي الكركاع راه زوين كينشط كي شنو ماشي كينشط كيقوي الذاكره وكلي الزبيب كلي اللوز كلي لاكاجو هادشي كامل. واحد النهار جابوا لي مراد جاب لي بزاف من كل حاجه وبابا حق الله العظيم اللي ديما تيجيب لي هادشي هكاك ما تناكلوش ما كناكلش مزيان ما بقيتش كناكل مزيان بحال ما كنت دابا حشي شهيتي قلالت نقدر غير نفطر ولا نتغدى ولا نتعشى وحده في هادو وصافي. هادشي اللي كاين وبزاف الناس اللي كيقولوا لي خدي بحال هكا شي سيرو ديال الشهيه باش تبقاي تاكلي مزيان. هادوك السيرويات كامل ديال الشاي كيديروا الناس كيقلبوا لي راه ديجا شربتهم شربتهم دابا يمكن في ديك الايامات اللي ما بقيتش كناكل وشربت واحد اليامات واحد السيرو ديال الشهيه وعسي بقى كينعسني بزاف وانا نقول صافي شربته يمكن عيش يومين نقول له عندي ما ندير بيه انايا ضايخه غير بوحدي ونمشي نصافي فشي بلاصه. واحد النهار انا كنت بغيت الناس بغيت الناس هو نشرب السيرو ديالها ديال الشهيه عرفتو الناس تاعتي كتجي تعيق لي قلوب خاصني كتجي تفيق لي وكنبغي ندابز معاها سالي بحال كمي كيعصب خلي الناس كيعصب البنات عرفتي في حياتي ما شفتش انا نعاسي خفيف في حياتي ما شفتش داك الناس اللي فيا داك النهار في شكل في شكل صافي ما نقول ناقصه اختي غير اللي نعرف على هكا عويد ولا نتقلب بالناس صافي ودرت بالناقص ما بقيتش شربته ودابا راني كان الوصفه الطبيعيه اوكي ما كانش الوصفه الطبيعيه صافي بلاش لحقاش داكشي راه يقدر يرجع على الصحه بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك انا ضد زيت في الكبار ماشي زيت المواد الكيماويه انا ضد تنعيا مع المواد الكيماويه نقول انا ضد داكشي هو مواد كيماويه بحال دابا تيقول لي حاولي انك تجنبيهم بحال دابا الدواء اي حاجه هادشي اللي تيقصد به ولكن فاش كتوصل بك للطوب بحال
دابا غير الدروس البنات الله يجيكم كيضروني بقاو ضروني بزاف ضروري كناخذ الدواء تيبغيو تيقول لي تبقاي تاخذي الدواء صلحي دراسك وما تاخذيش الدواء والله الا انا راسك دابا هي المشكل ديالها ملي كتكون كضر هاد الدرسه كتبقى عليا نمشي عند طونتيس نمشي عند طونتيس نمشي عند طونتيس نهار اللي كتسقى عليها الدرسه كتنسى طونتيس ولكن راه كنخاف انا اللي كتنسى كنخاف فيا الخوف صافي البنات وقيلا طولت عليكم او صافي حبايبي كنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو وقيلا طولت عليكم بزاف ما تدوش عليا عرفتي راه طلقتوا ليا اللعب والله هضره ما تساليش لا انا كان عندي ما نقول ليهم كنت باغي نهضر معاهم حتى شحال هادي ما درت فيديو صوتي قول لي سكتي صافي عرفتي غتبدا السلام عليكم صلوا لنا فراسكم ومع فيديو جاي صافي سلام